مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر اخر، هذه المره من منطقه الرقوبه، المنطقه اللي معروفه ب انك تستقبل عدد من الاشخاص اللي كيكونوا بفقط فتيات او اشخاص كيتاجروا في المخدرات، واللي كانت السلطات الأمنية أو المصالح الأمنية بمنطقة أوفا قامت بواحد الحملة عليهم يوم أمس قبل منتصف الليل. جينا هنا قناة شوف تي في بعيونها التي لا تنام، جينا هنا باش نشوفو أشنو وقع، أشنو لقينا، يعني الحملة الأمنية أعطت الأكل ديالها، يعني أنتم كتشوفو ما كاين حتى شي حاجه. نطلبوا من السيد اللي كيرافقنا انه يتفضل يمشي بينا لقدام. تفضل السيد. شكرا. هانتوما كتشوفوا يعني الحمله الامنيه عطات النتيجه ديالها، ما كاين حتى شي حد في هاد الساعه هنا بمنطقة الرقوق، لأن المصالح الأمنية بمنطقة أوفا قاموا بواحد الحملة، وأي شخص كان واقف هنا بدون سبب أو بدون أنتم كتشوفوا حتى من جهة البحر ما كاين حتى شي حد، يعني كما كتشوفو حتى من ناحية البحر ما كاين حتى شي حد، يعني الأمور لأول مرة أنا تشوف تيفي كتجي في هاد الوقت وما كتلقى حتى شي حد في يعني الحملة الأمنية اللي قامت بها المصالح الأمنية منطقة أوفا، واللي كما علمت قناة شوف تي في بتعليمات من السيد رئيس المنطقة والسيد العميد المركزي عطات الأكل ديالها، ما كاينش حتى شي حد في هاد الأثناء بمنطقة أوفا وبالضبط بالرقوبة. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر، ما تنساوش بأنكم دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في بعيونها التي لا تنام.